ومن اسطنبول ينضم الينا فراس رضوان اوغلو الكاتب الصحفي. سيد فراس، يعني ماذا عن هذه الهدنه؟ توقعاتك لهذه الهدنه، ما الذي ينبغي فعله او ما الذي تنتويه الولايات المتحده الامريكيه اذا لم تلتزم انقره بما تمليها عليه؟ نعم، حقيقه هناك الان ممكن نقول سيشتد الصراع السياسي وحتى الاعلامي، سنجد ربما تصريحات ربما اكثر تشددا من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وقد يقابله ايضا تصريحات تركيه. لو نذكر كان هناك تصريحا تركيا عبر رئيس الجمهوريه التركيه عندما قال سنشترك مع روسيا في انتاج منظومه الاس 500، اعتقد هذا التصعيد اكبر من الاس 400، وكانه رد على الولايات المتحده الامريكيه في حال اخرجتمونا من الاس 35 سنشارك روسيا في منظومه اخرى سلاح اخرى. اعتقد ان ستكون الامور في تشدد. ما الاوراق التي تمتلكها الولايات المتحده الامريكيه اذا لم تلتزم انقره بما ترغب فيه؟ الحقيقه كلا الطرفين لديهم اوراق، يعني ممكن ان يتبادلا في هذه الاوراق، يعني مثلا مساله شرق المتوسط منطقه الطاقه، تركيا تضغط في تلك المنطقة، وأيضا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تركيا الكف عن التنقيب في تلك المنطقة مثلا، هذه نقطة. أيضا في سوريا إنشاء ما يسمى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا نقطة امتداد في كاكارا، مسألة فتح الله جولان أيضا مسألة أيضا موجودة. إذا أعتقد كثير من الأوراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية ستقابلها تركيا ببعض الأوراق، ولكن أعتقد ليس يعني الورقة الاقتصادية هي ربما الأخطر بين كل هذه الأوراق. نعم، إذن من اسطنبول السيد فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.